أعضاء اللجنة الأمنية السادة. عمل ما يعدل 148 ساعة. الإذاعة على غرار باقي وسائل الإعلام بأنها في كل مرة عندما ينسى الناس في كل مرة تأتي مع الأسف الشديد. الكرب والمصائب تثبت بأنها دائما في المقدمة. نحن نتحدث عن الجيشيط بارك الله فيهم، نترحم على شهدائنا منهم، لكنني أيضا أريد أن أتحدث عن القلم، أتحدث عن الميكروفون، أتحدث عن الكاميرا. كل هؤلاء الزملاء قدموا الشيء الكثير للتخفيف من وطأة الوباء على الجزائر والجزائريين.